الطبيب طبعا زي ما حضرتك عارف ان هو امبارح طلع في مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو اديب، واكد واعترف امام الجمهور ان هو بالفعل ادى الاعلامي وائل ابراشي السفلدي، بس في نفس الوقت قال يا دكتور ان هو السفلدي ده مضاد للفيروسات وده دواء عالمي مرخص وملهوش اي اثار جانبية ولا يعمل على تليف الكلى. اللي ما ذكره هذا الطبيب في برنامج عمرو أديب ساعدنا ويساعدني من بكرة في إثبات واقع الجريمة التي اقترفها، حيث أن هذا الدواء الذي ذكره لم يكن يوما من الأيام في البروتوكول المعد لعلاج حالات الكورونا، ولم تصرح به وزارة الصحة على الإطلاق، ولكن هو أعطاه له اجتهادا منه، وكان اجتهاد خاطئ في غير تخصصه ترتب عليه الكارثة التي لحقت بوائل.